بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للأخ اللي جا قام بهذه التغطية بجنب هذه الشجرة اللي تم قطع القطع ديالها في هذه المساء هذا. اليوم كنتفاجئوا بطلب من الساكنة بالسيفتي كرئيس جمعية المغرب الأخضر الوطنية حماية البيئة. تمت واحد استدعاء ديالنا من طرف السكان على أساس أنه واحد الشخص كيقطع في الشجر مجموعة من أشخاص أخرين بمنشار ومسائل هنا وتهزوه وتيديو في واحد جوج ديال السيارات اللي هما هوندات. اذا بعد ما جينا فعلا لقينا داكشي في عين المكان، جينا لقينا داكشي اللي قالوا لنا الناس هو اللي لقينا السيد ملي تكلمنا معاه قال لك الشجره اثرت لي على الدار ديالي، والدار بعيده على الاقل واحد 70 ولا 60 متر باش بعيده منه الدار. وهذه الافعال الغير مسؤوله وغير انسانيه في حق البيئه، كما كتشوفوا ان مدينه جديده واحد مجموعه ديال الاشجار تقطعت. اذا غادي نتصداو لهذه الامور كلها، وكل الناس اللي يديروا هذه المعامله واللي كيعطوا اوامر ديالهم اللي هي غير مسؤوله. اذا كما كتشوفوا راه استدعينا واحد الاخ اللي هو مفوض قضائي من اجل اثبات حال في عين المكان ومعاينه باش نرفعوا واحد الشكايه ان شاء الله لجهه المحكمه. حاليا يعني تبعنا العمليه ديال قطع الشجره هذه اللي عمرت اكثر من 100 سنه. هذه كنعتبروها جريمه في حق البيئه، وكنطالبوا من الساكنه ديال المدينه الجديده انها توقف على هذا العمل هذا، وتحاول انها يعني تستثمر الطاقات ديالها في غرس الاشجار وتجديد المجال البيئي داخل المدينه الجديده. ونتمنوا من ان السيد عامل اقليم الجديده انه يتدخل ويعطي امر للجهات المختصه خاصه على مستوى بلديه الجديده باش يراقبوا ويتبعوا هذا العمل هذا بشكل يومي، ويمنعوا اي مواطن قام بهذا العمل هذا. هما الشجره انا كنشوف كيحسك فيها، انا بارح حبيت الجامعه هو كيحسك فيها. هذا الشيء اللي كاين هو الشجره، كيجيو الناس كيضلوا تحت منها كيبلاصيو كثر نهار الجمعه كيجيو من الطوموبيلات كيبلاصيو الطوموبيلات من هنا ودخلوا الجامعه يصليو ويمشيو بحال هذا. من اللي قلنا لي ها؟ كاينين شي اربعه. أربعة اللي كانوا ما حاولتيش تدوي معاهم باش ما عنديش مشكل باش ندوي معاهم، ما عنديش كيفاش غادي ندوي معاهم. يقول لي موسوق ندوي معاهم، نقول لك موسوق. وعلاش حسك؟ قال لك انا ما بغيت حتى واحد يبلاصي تحت منا. اي سولته قلت له علاش حسكتي؟ قال لي انا ما بغيت حتى واحد يبلاصي تحت منا. هذه اخويا جريمه، هذه جريمه في حق البيئه في حقيقه. حنا كساكنه مدينه جديده كنا كنطالبوا بالحزام الاخضر، بالحزام الاخضر هي الشجر باش يحمينا، ولكن مع الاسف دابا ولينا كنشوفوا هاد الناس هادو كيحسكوا في هاد الاشجار. هذا راه ماشي هادي الاولى، كاينه وحده في شارع المسيره، كاينه وحده ثاني قدام الحي البرتغالي. بغيت غير نعرف واحد السؤال واحد، بغيت نعرف واش حنا عندنا شي مسؤولين هنا بمدينه الجديده ولا لا؟ هذا هو السؤال العريض ديالي انا. وكفى كفى فسادا، هذه جريمه في حق الدكانيين وفي حق البيئه، ويجب محاسبه هاد الاشخاص اللي قطعوا الشجر. يجب على القضاء والنيابه العامه باش تفتح تحقيق يكون نزيه على قبل اللي حسك هاد الشجره. الا ما الشجره الاخوان راه كانت نهار الجمعه، راه الناس كانت كتجي هنا، كانوا كيجيو يضلوا بها هنا. اي واحد كان كيجي هنا من 1976 كان قرع على الشجره هذه، ماشي نوض واحد يحسكها، راه عيب وعار. وتحيه لكم اخواني ضاليان، هاد الجريده عندكم هيسبريس، وشكرا لكم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.